سلام متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم سويت لكم بلورية الشوفان بالفستق، والطعم بديع. اول شي نسوي القطر، كوبين سكر وكوب مي، خليهم على النار نذوبهم، نذوب السكر، بس يذوب عندنا السكر نضيف عصير ليمون، ملعقة كبيرة من عصير ليمون فريش. المقادير جوا بصندوق الوصف. أخليه يغلي لمدة 12 دقيقة وبعدين أطفي النار. حضرت القطر عندي، حضر. هنا أنا راح أستعمل هاي النوعية كويك أوت، يعني شوفان. كوبين من الشوفان راح أطحنهم بالطاحونة مال قهوة، يعني هاي وحدة، وبعد الثاني همين راح أطحنه، وهذا الثاني. ما نحتاج سميد، هذا أسهل بالطبخ. نص كوب من الطحين حتى يلزمنا العجينة، العجينة شوية مال الشوفان تكون ما تلزم يعني. ربع كوب من حليب باودر، حليب نيدو. نص ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة من الفانيلا باودر. نخلط المواد الجافة مع بعض، بعدين نضيف ملعقتين كبار من ماء زهر، هذا ماء زهر. راح اضيف صبغة كنافة، ما متوفرة عندكم ماكو داعي يضيفوها، هذا اختياري، يعني ثمن ملعقة صغيرة. شوفوا شوية اذوبها بالمي زهر واضيفها على المواد الباقية، احرك شوية بعدين حتى نضيف. راح استعمل سمنة نباتي حيواني بكيفكم، نص كوب. طيب اطيب طعمها، لا تقولوا لي زيت، لا ما يصير، سمنة اي نوع عندكم. راح نعجن، طبعا الدهن مذوبته شوية بالمايكرويف، بس مو حار هواية، بس شوية مذوبته. هسه راح اضيف بيضة كاملة ويا الطحين حتى العجينة تتماسك عندي، ونحتاج مي بدرجة حرارة الغرفة. راح اضيف ربع كوب بالتدريج، استعملت نفسه هذا القلاص اللي خليت بيه الدهن، مو مشكلة. شوية شوية واعجن، المهم العجينة ورا هاي لازم ترتاح فد ربع ساعة، وبعدين اضيف القطر، كمل وخليها ترتاح فد ربع ساعة. هاي صارت الربع ساعة، وضفت ربع كوب من القطر اللي سويناه. باعوا العجينة شلون ارتاحت، شوفوا كل الزينة. هسه نعجنها شوية ونخليها على صفحة ترتاح اكثر، بما نحضر الفستق، حشوة مال البلورية اللي هي كوبين من الفستق كاملة. شوية حمستهم على النار حتى ناخذ الرطوبة منهم، ومحضرة الطعام ثرمتهم خشن هيجي. ربع كوب من الطحين حتى يلزم الحشوة مع الفستق، رشة ملح، وحرك هاي المواد مع بعض. وهنا إذا ردتوا راح أستعمل ملعقة كبيرة من ماء زهر ويا شوية ملون طعام أخضر، إذا متوفر عندكم، ما متوفر لا تخلوه، يعني مو إجباري. فأذوب اللون بالماء زهر وأضيفه. هسه نجي نضيف القطر. القطر راح اضيف ثلث كوب، ضفت اول مرة ربع وبعدين شوية لاخ، احتاجت شوية لاخ قطر. احرك خليه على صفحة حتى نبدي نفتح العجينة. هذا القالب هو 9 انش، دهنته بالسمنة وقسمت العجينة ورا ما ارتاحت الى جزئين، هيجي كبكبتهم شلون ما يقولون. هنا عندي كيس، طبعا هذا كيس مال اخزن بيه الاشياء، نظيف شويه دهنته بالزيت، وبدا افتح العجينه اسهل لي. بايدكم بالشوبك يصير بكل الاحوال، لا كلش ثخينه ولا خفيفه. هنا نشيل الكيس ونعدل صفحات كلها، نضيف الحشوه اللي سويناها بعض منها سبدت تتماسك. لازم تتبعون الخطوات حتى تنجح عندكم. نعدل، نضغط شوية، حضرت. نبدي سويت الوجه الثاني، هذا القطع اللخة نفس الطريقة، وراح أضيفها كطبقة
ثالثة وأخيرة وأعدل هيك، أعدل هسه راح أدخلها الفريزر فد نص ساعة، لازم تدخل فد نص ساعة الفريزر. خلاص هسه راح أدخلها حتى نقدر نقطعها بسهولة. صار لها نص ساعة كانت بالفريزر، طلعتها وبديت أقطع أشوفه حتي شوية جامدة أسهل بالتقطيع، يعني إذا قطعته مثلي مخربط مشكلة، مو زين قطعته بس يلا مو مشكلة. هسه شو نسوي؟ خلي نايلونه ونضغط هيجي قوي يعني، نضربها حتى كل الهواء يطلع حتى لا تنفصل الطبقات. هسه دخلتها الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 40 إلى 45 دقيقة. من تتحمر عندكم الحافات زين صير لونها طوخ طلعوها، وضيفوا قطر شوية فد نص كوب أو أكثر بكيفكم، حركوها هيجي. وراح أرجعها الفرن بس على العين الفوق، أشعل البرويل مدة 10 دقائق أو إلى أن شفتوها تتحمر. هذا شكلها بعد ما طلعتها وضفت قطر شوية، لا بكيفكم طبعا هسه بكيفكم، أنا فضل عندي نص كوب من هذا القطر، ما نحبها حلوة هواية. وهذا الشكل النهائي وأطيب بلورية شوفان على طريقتي، وهذه تنحفظ بالثلاجة أو بالفريزر بكيفكم، بالثلاجة مو مشكلة، تبقى شهر شهرين ما يجي لها كل شيء، كلش طيبة وسهلة. وهسه على أعياد أطيب بلورية على طريقتي. شكرا للمتابعة، أشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخي، مطبخ ليندا، أترككم بأمان الله.